حمزة أسرع حب بخاف تزوجته، بخاف طلقته. هذه اللي كولومبيانية قالت لي قالت اسبانيا، سمعت تقول اسبانيا وتهضر مع اسبانيولية، وقلت انا درت لافير ني كولومبيا، اني نروح كولومبيا، اني شنو ندير كولومبيا، مع من نعيش انا في كولومبيا. مع بابلو اسكوبار، زوج حمزة اسكوبار. انا قلت اول مرة ترتب لي واحدة عرفتها باللي كاينة حاجة، انا عرفت باللي كاينة حاجة، قلت هذه بغاتني بخفيف. صح، طلع طلع شو عندك انت، طلع خي ما طلع طلع. جات لاسبانيا وجدت في اسبانيا كان خدير ويتار دير ملي، وجدت في اسبانيا كره كرهها لي في 10 دقائق، كره اللي كرهني ليها. هاكا شوف سيدي، رجعت والله انت قاعد لازم تضرب تطلع معايا معي قلب ورا بريد بودر، يعني. انت كيف شتا في كولومبيا نقول له يدير، وانا قريت يجبد معايا مخابل. والله العظيم يكون مستم كولومبيا قال تشكرني ليها، انا عارف احنا عرب وخداعي. أو حمزة السود أمريكي هذا بون إسبانيول للسود أمريك. يا اللغة يا اللغة، يوم عايشين في الزمان. ميل ميل ودي دوسون الجزائرية بتبلدي، أنا شدني كولومبيا. حمزة نديك أنا طلع دوك نديك خبارات تاع فرنسيين تبدو، هذوك العجايز خبارات ما مشي يخرجوا لي قسما بالله اللي يديروا ديار، هذوك العجايز اللي هنا في فرنسا. هذوك نسيبهم لك انا. هذوك يديروا الدار ويزوجوا، قالت لي هذوك هما اللي صنعوا خواط قاع تاوعنا، هذوك والله لا تاوعنا لا قارف دوم وقول عمر الغلبة. صح، ارسلت انا غادي نحبس. ها انا غادي نحبس، جيم بيرسون. حمزة وحده قالت لك خاصها كريه تاع مارسيلي، كري اللي كنت كريهم تاع بور فاكونس. ولا جيت بريفي، ولا جيت بريفي، وين اي تاع سام واش من بريفي لادس؟ تشتيله سنو طبعا. لا تشتري بريفي، قول له وين تخسر. هي دوك تسيق في بريفي اسمها جيم بيرسون. لازم ندير ابوني رجع لها باش ترسل لي في بريفي، ما تقدرش ترسل لي. روح كومونتي لها جيم بيرسون، روح كومونتي لها سموها جيم بيرسون، ما نبغي حتى واحد. تبغي شتا وما تبغي حتى واحد، انا لا رجعي تكري عندي. لا هو تكري الدار، تبي تكريها تبي تقعد معها. بليغ طلع طلع تاني، بليغ طلع. شطلة واحدة من زيمبابوي. ما تقرا معاك، انا قرات مع واحد اسمها فاطمه، انا قاعد ما قراتش مع واحد اسمها فاطمه. قرات مع واحد اسمها فاطمه، لا لا قرات معايا واحد اسمها، قرات معايا وحده فاطمه وحده برك قرات معايا. وين قرات معايا؟ قرات معايا وقيله، قرات معايا في السيام اسمها فاطمه وحده وبتكارطية. خويا قرات خيت معايا وحدة برك، راني عاقل عليها تحصل وحدة على نساء، فاطمة. تحصل على نساء فاطمة وراك خاص على وحدة برك، قرات معاك وراك خاص على وقرات معايا وحدة فاطمة في اللي غلي يكون في حياتي كامل، راني عاقل على وحدة فاطمة وحدة برك وبتكارطية. وني عارف نوت فامي تاعها ماني قادو. ديك هي قالت لك توحشتك. نوت فامي تاعها يبدا يبدا بالبو ويكمل بالاس. نو سلام خويا صافا، سلام عليك ابراهيم خويا حاجه. يبدا بالبو ويكمل بالاس. نوت فامي تاعها جويدة قرات مع حمزة، جويدة تاني قرات مع حمزة. ما شاء الله حمزة فاش محبس قراية. خويا انا مش حاسس، حتى البارح حتى تعسي على فاطمه،
حبس بحال قريت بزاف انا، قريت انا عارف كاع وانت حبست، المهم قريت وخلاص. كي خلصت القرايه حبست معاه. نيشان تيم نيشان تيم نيشان 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 مالي هي السلام عليكم أخ إبراهيم. مالي هي نيشان ساعة كتبتها أنا عاقل أنا عاقل. حمزة باغي تقصيك، لو كان الليكس تاعك دولك هو اللي تولي لها شتي لك سيد ريلاكس، لو كان الليكس تاعك دولك هو اللي تولي لها. لا الفيلتاج مازال مليح، الا الفيلتاج مش مارد كيفاه؟ سنس سنس ريلاكس ليكس ليكس بدي دار معايا بالعربية، واش من لك سيرحم والديك دار معايا بالعربية. يعني باللغة، مدامتك صديقتك تاع الماضي. شو يقول لك في الماضي؟ كانت عندي صديقة انا الماضي فوت وكاع سرحان. ما تعرف على الطفلة ولا والو؟ كانت عندي لا في الماضي لا في الحاضر لا في المستقبل. عندي شوك. انت يعني انسان عندي لك ساتودي ما عندي لك ساود. جامي هكا ديت ما دام ولد الطفله في انا حياتك انسان، كلها. انا والله لا عشت محروم من الدنيا، انا عشت محروق محروم، عشت صافي نهبش صافي على كسرى وما لحقتش، ما خصني لك ساود. خليه يكمل. اه والله ما خصني لك ساود، انا عشت محروم وعشت قليل وعشت نسرح بالزويلات. الله يجعل البركه. مزيانين اللي حكت كنت غادي تتزوج بكاش كاش 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 خروفة ولا كاش كبشة ولا انا حمزه على بالي انا خطرة كنت مضمون. صغير، خطرة والله خطرة كنت نتمي والله وكذب عليكم من عود. وهذه الطفلة وهذه الطفلة وهذه الطفلة نتبع الموت فيها عليك نتبع والله فيها، يكتب الموت عليك. اسمعني، وهذه الطفلة نتبع فيها نتبع فيها، قلت نروح ضيف وقالت كينيا عنده عمي ونطيح ثم براني وقالت كينيا وضارب الحر طاقة والطفلة تبع فيها، ومن بعد قستها في الثقيل سيبت لي مع واحدة الطفلة والله العظيم قسما بالله، قالت لها قولي له تمشي معايا نعطيك آخر فرصة تمشي معايا ولا تمشي مع مول الغاز. كان بكري ذاك مول الخام اللي قيس البتاتي الراولة كانوا يموتوا على التيرات، الروت شوفان وذاك اللي قيس البتاتي تاع الغاز من الراول، ماشي اللي يسوق في الكاميو طونطي، لا هذاك اللي ركب الراول قيس البتاتي كان بكري كان موضة. سيدي ما قلت لك، قالت لي قالت لك نعطيك اخر فرصه السمانه هذه تمشي معايا ولا انت مش معاهم اللي الجاز راه يبعث لي. اه تعال يا قال لك قلت له راه قلت تمشي معاهم اللي الجاز اقسم بالله كاع بالله خدي له ربي راه شاهد عليا على بالك بكري شوش بكري ذاك اللي ذاك اللي قيس البتاتي تاع الجاز مره ولا في السوناكوما يا كانت عنده واحد النيفول نقسم لك بالله، وكاميو كيدي كي دور هكا في خارطيتك ما يحوس في الدراري ما يخليهمش يسقوا في كاميو كاع تعرفش كنا نبغوه ونضلوا نشوفوا ذاك اللي قيس بتاعي باه يخلينا نسقوا في كاميو. اما هي بدات تهدد فيا، هي كانت تلصق في الكاميو بنت الحرام كانت تبغي خليها تلصق، هي كانت تبغي كان يخليها تلصق قاعد نحوس امه وهي تبقى لاصقه. قالت لي وقالت لي قالت لها قولي له تمشى معايا واحده تمشى مع مولي كاز، اما لي قستها في الثقيل حتى جا مولي قالت تصيبو مخليها لاص قرب لاص قا هكا وتدير يديها هكا وتسحى فيها مع لاص ولابسه الشيبا كانوا يلبسوا شيبات بكري والشيبا هكا تجرجر والله العظيم هو الفوق هو الفوق قابض الفتاتي فحل قابض هكا في البتيه ويحاول يسغي في الاخرين اقسم لك بالله. قلت العشاء قال عند مولي الغاز بكري بكري على بالك بلي واحد الناس كنا نحلموا بهم على بالك مولي الغاز. شوف كاين مولي الغاز وكاين الروت سوفر اللي في النقل، الروت سوفر انا كنت حاسب حاجه كبيره كان يقتلني لو تشوف انا ياك نشوف هكا واحد نقول كون نكبر كون نكبر ونتعلم كيما كان ولي نخدم في نخدم في كاش نقل نقسم لك بالله ونخلص على الناس هكا كنت حاسب حاجه كبيره زيد شوف الريت السوفير ومول الغاد اسكت لك شي خبر اني جاي اقول اني جاي علاش الريت السوفير ومول الغاد زيد تكتبوا لي خاوتي يا بن عمي انتوا ما عشتوش الصغر ولي
هذا في وين شكون؟ واللي يخدم في الستاسيو تاع المازوت، ذاك اللي عامر المازوت للناس سوقها. غادي 4 ملايين. كنت مخلوع فيه جديد، كنت حاسب ذاك المازوت هو اللي يصنعوا. بومبيست بومبيست البومبيست بكريه يشوفوا قدام الطوموبيل هكا وخرب الطريق. هذه نقسم لك ودي عيطه 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 بكري كانوا خالعيني. ولا مول دي جي، مول دي جي ثاني. حي مول دي جي فان، حي مول دي جي تنقسم لك بلا مول دي جي اللي كان يقتلني انا مول دي جي. نقول كون كبر بغا نشري غير باف نقسم لك بلا وكابتون مخير كاع يعطوه المول دي جي. اي حمزه خاطر كان الدي جي قليل، خاطر كان الدي جي قليل جبنا واحد الدي جي من بوقادير. حنا على برا الدي جي كان قليل، مين داك يديرو هو تحسيب انه مول الدي جي تحسيب انه نديروهم عنسة، تحسيب انه كيما حنا كيما صحاب الفيلاجات وكاع كلش ميكس لداخل. وما لو جبناه الاولى كي رحنا نجيبوه دينا له باشي ما بغاش يجي، ما بغاش يجي قال لا لازم فورغو. وبكري كان شويه كان هنا انا ولاو يجيبوا الباشيه تاع بكري كان مول ديك جوكي لازم له كونغو ولا بوكسير ولا اكسبريس ولا حنا دينا له باشي قالنا والله ما نركبها بالباشي مره ولا ما نديش القش. اما اللي عاودنا حنا دبرنا له ديك الساعه اكسبريس جبناه هو قال لك يا ربي ربي يديروني في السحين وكاع ولا في المراح. اما اللي درنا له واحد كانت عندنا واحد الدار كنا دايرين فيها التبن خويناها كاع متبن جايه مع النعاج خويناها كاع متبن درنا له دي جي ودرنا له خيط تحت الباب وجبنا حتى للمراح. اما اللي هو جا في الاول عجباته الدعوه كاع حتى صاب حتى فوتنا على الدار تاع التيرنيت قسم لك بالله. قلنا امك شكاين هنا قلنا له منا قلنا له راك نجيبوا لك راه لاشه طويله ونديروا غير لي باف عند النساء برك. قلنا له لا عزلتوا لي هنا. قلنا له لا احنا عندنا الحرمه وعندنا ذيك وعندنا ذيك. عيط له واحد صاحبه قال له واحد ديني قال له عندهم الحرمه. والله فوتنا في الكلام والله لا دقش هو فوتنا ذاك العرس بالدربوكا تخدم هو تسمى يخدم في وسط الشيء ولا فوق الكهرباء. مو الحس مو الحديد ونحاس. لا لا من بعد هنا درك لا لا سي درك وين ديروا يخدم درك ولا ديروا في السيتيرنوت بالله عليه وتخرج له خيط من السباله الى خدم. هل على كيما هتفوش دا سمعتني؟ وكان مول الكاميرا فان حيه كبيره والكاميرا وكان واحد يشد له البروجيكتور هكا. يا حي انا كنت نحلم كان بكري بالبروجيكتور انا نحلم به نشد له البروجيكتور هكا ويصور في الناس نقسم لك بالله. يا دي الميه يا دي اليامات. وانت اش خرجت؟ والله لا كانت كبيره. دير له ما خرجت حاجه فيهم انا قال يقول لي حلمت بهم والله حلم ما تحقق. كما قال لي ذاك السيد قال له طميش حاجه صغيره ولا ما حققتها. حمزه كان يكره جوارينا اللي كانوا مقاجين في العسكر. علاه؟ هو يقول لك قال لك هما كانوا جايبين لي الهضره. مول التاكسي فان حي مول التاكسي. وبرحت على العرس اودي والله ما عندنا قدم البرح فانية. كيفاش تجيب لها هضره؟ كيفاش تجيب لها هضره؟ ليزي ميغري كاع ما تهدرش، ليزي ميغري اي ليزي ميغري كاع ما تهدر. هذاك العساس تاني يكون والله صح العساس تاني يكون فان. العساس تاني يكون شكون نكملوا؟ كنا حاسبينه هو مولا اللي يكون. اقسم لك اي بكري بكري الله غالب. نقسم لك بالله بكري الله غالب بالله غالب نقسم. قادر باسكو ما كانش خاطر درنا خاطر درنا خطرة درنا الحفلة كانوا بكري غير اللي كانوا بكري اللي يديروش الحفلة. كنا نديرو الطوابل مع الحيط الحيط هكا نهار الحفلة نديرو الطوابل مع الحيط الحيط وكانوا غير اللي يطلعوا برك غير اللي يطلعوا يديروا الحفلة. وهذيك المرة واحد الشيخ قالنا وهذا الشيخ قالنا معليش قالنا قال يردوا بلا ولا قالنا يجيبوا حاجة حاجة ويجوا قالنا يجوا للحفلة. انا ردوبليت نقسم لك ردوبليت جبتها مع القسم ديريكت 43 كان عندنا في القسم جبتها 43 اخويا وحنا بكرين ويا وكاع المسمن اللي ديتو تحسبني جبتها الاولى ديتو هذه 70 قرصه تاع مسمن نظف الدار على 3 تاع الصباح داروا لي مسمن حسبوني طلعت ديت 6 خبزه تاع مسمن ورحت ملي درنا الحفله الشيخ جاو عنده صحابه وقت الحفله جاو عنده صحابه الشيوخه كان واحد جيت الشيخ شعره هكا ما يرحمش. اما اللي درنا الحفله وقال لنا ندير هكا
سربينا الماكلة، سربينا الماكلة، كنا حبة كاطو خبزة مسربين، سربينا الماكلة وبديت ندير هاك. جا لك الشيخ اللي يقبح فايت هاكا بيناتنا على طوابل، قال لي شحال جبتها؟ صابني ندير هاك، قال لي شحال جبتها؟ قلت له 43، قال لي شو عليك؟ دبلان طابني ندوسي في الكوان هكا و70 خبزه تاع مسمن، حسبني جبتها الاول. قال لي شحال جبتها وليدي؟ وحكك لي على راسي، قال لي شحال جبتها وليدي؟ قلت له 43، قال لي شو هذيك يا راجل؟ اقسم بالله اطلقني غير فايت، طلق علي واحد الدفله ساحبني هكاك وما اديتهاش فيها، مسحتها وقعدت نرقص كانت النيه، وقعدت نرقص كنت مبلوك وندلها هكا الله العظيم اقسم بالله غير المدلوك اللي ما سمعت فيها هاي بكري قسم بالله لا كانت النيه ذوك الايامات والله ما يرجعوها. قال لك مول الباركين حي مول الباركين كمان نقسم لك بلا ذاك الشيخ كي حكك لي على راسي وقال لي تعال جبتها قلت انا نسارح وبالك يطلعني انا قلت حسب برام والله لا هذوك جوارينه جوارينه قال لي كوست كرسي كراش كنت تريت عليهم هذوك اللي كانوا مقاجي اللي راح لا لا يا هما كان جايبين على الهضره قال لك كان جايبين على الهضره قال لك مول اخذ ديرو بكري كاع شكون اللي كان يغيروني اخذ ديرو كانوا يغيروني في الرفود اصحاب الطوموبيلات ومول الباشي وذاك اللي مضمننا للمروح كيما ذاك اللي يروح مع القش مره ولا وقع نقسم لك نقسم لك نقسم لك بالله يقتلني مول الكارزان مول الكارزان يقول لك هم جايبين لنا مول الكارزان والروت شوفير تاعو وقع ونموت انا نموت سيد يروحوا سامبور سوا وانت تقول تحوس على بلاستيك اسمع اسمع ليكول سيدي علي ليكول رشيد بعث لي في بريفي خويا قلت لك ابوني بعث لي غدوه ولا قلت لك سمعتني خليني شنو نحكي لك نحكي لك ولا ما نحكي لكش كانوا كان عيط بكري والله لا بكري الله غالب حنايا كنا مساكين اللي جاتنا خلعوا فيها قسما بالله وكنت نخاف انا من الدراري اللي عندهم خاوتهم كبار يقراوا في لي كل انا هذوك الدراري نقسم بالله لا نظل ندلق لهم ونعطي لهم وقف الراحه نعطي لهم حقي تاع الكسره سيرتو ذوك اللي خاوتهم يقبحوا وقاعد كنا يقراوا في السته وانا كنت غير في السنه الزاوجه وكاع منين يقول لي عندي خويا كبير يقرا الهيول نموت نموت نقاطعه عايز اقول الطفل المغبون عايز اسمي ثاني والله لا عشنا محرومين قسما بالله قسما بالله الحمد لله والله كل شيء فات ها اسمع خطرة كنا خطرة الشيخة قالت لنا نقراو قالت لنا اللي عنده دراجة هوائية يجيبها نظم البسكليت تاعك عارف قالت لنا اللي عنده دراجة هوائية يجيبها قالت لنا ونقريكم على الدواستان وساعدهما وكاعك حاسي دواستان وساعدهما والمقبض الأيمن المقبض الأيسر المكبح واحد السيد معنا بويو ميكري جاب بسكليت او قال خليت الرودي تشولو في الارض قال خليته هو قال خليته يحط صباطه في الارض ظل يترفدو في الساحه به بسكليتو ما ستوين نديرو ذاك الطفل جاب بي ام اكس نقسم لك بالله جاب بي ام اكس ومن بعد والله قرينا عليهم ومن بعد جاب في تي تي اقسم لك بالله يا ويجي اخويا بالفي تي تي الغدوه من ذاك انا قاطع الياس نقول له باه ردفني ولا اعطيني تور ولا كانت بكري تعطيني نقود تبعته نص نهار وانا رفدو يبان قودها خليني نقود قاطع الياس ودخل للساحه وانا رفدو الله ما يسمح له قطع لي جنابي والسلسله هذيك وشتني وقع من طاقتني غير سويتات رحت الخيمه مطقلص في الدار قالوا لي مالك قالوا لي كيما الحلاس طاب لي وقالوا لي في الدار مالك كيما الحلاس قلت لهم واحد دار لانكسيد انا في الكاميو قلت لهم وانا جبته قلت لهم دخل في الكانطره وانا جبته اقسم والله العظيم وكي دير نقسم لك بالله هاي هذاك مول هذاك مول بي ام اكس ما نسمحلوش واحد المر فيه واحد الدوني واحد المر فيه هاي كيبدا يدير هاي كيبدا يدير كيما قال شعبون هنا تقدر تويه رخيص هنا تقدر تويه رخيص ايه ومول البالو كنا نلعبوا في الحسيده مول البالو
حي مول البالو ساعدك اللي رفدته وساعدك اللي لعبت معاه او انا كي نلعب ضده وكاع ما نديهالوش ما كرهي ندير روحي طحت ندير روحي نراوغ وما نش طايق نديهالو نقول انا غير نديها من قدامه ولا لا خرجني مول البالو كي ندير جارديا خليها تفوت وندير روحي نقز منها هاي مول البالو شاد فيك البالان تفوت خرج هذيك اسمها البالان تفوت اما خيتي اما خيتي نهار اللي ندير جول ومول البالو هو اللي تيريه عارف اللي راني رايح ملهي على خشوشي نسحل بالعانيه تروح من وين نقز من هاي مول البالو شاد فينا والله ما يسمح له هاي هاي حمزه فوت العسكر اسمع قديم ما فوت تمام انا والله هذه الفريسه اللي قدامك في حياتها ما خدمت اسمع ما تخلينا وكنت اسمع 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 وكنت نروح نعاون المصاوات كي جو عند الجوارينا نروح نعاون المصاوات بقى نفطر معاهم الفطور تاع المصو ديك فريتهم تاع المصو كانت تقتلني ما شاء الله واحد السيد مصو جايبني حنا كان يدير في البلافو او نقسم بالله لا مصباح بس غير نفطر نفطر والله يقول لي مد لي الماء من مدولو بس الصباح نصبح نرون معاه خالص تحسبني منافري عارف فطور تاع المصروف ما كان يقتلني بكري هذوك الكازوس يا تجيبوا لهم الحمراء والصفراء هاي 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 وجيبوا له جيمكن جيبوا له وحده تشين تشين هكا ام خيتي انا ام خيتي انا ام خيتي انا واحد جاري بني عليا كاع السكنه والله ما يسمح له والله يعطيه زلزله ان شاء الله بني عليا كاع ديارو نقسم لك بالله لا قرمد عليا كاع وزوج ولادي والله ما نسمح له وانا ما تعلمت والو شوف شوف انا دراري قاع تعلموا انا اقسم بالله ترمو كانوا يحرفوا عليا الناس ما تعلمتش التصفيره كانوا مغيريني دراري ما نعرفش اصفر ليومنا هذا وما نعرفش نلعب البي ليومنا هذا البي انا قبضاك هما يديروا لها ليك تاع هاك وانا ما نعرفهاش انا ندير لها هاك البي ما نعرفش البالو والله ضربه ما نعرفش نقي السبول السبول نقسم لك بالله كنا ناكلوا به بالسفه ما نعرفش نقيه ليومنا هذا ترامبولات ما نعرفش نقيس بها القزه القزه هذيك تاع بالصرف انا حاجه ما تعلمتهاش في صغري انا كانوا يحرفوا عليا والله ما يسمح لهم بيتشيك والله ما نسمعك بيتشيك بيتشيك عربي ايوا انا حاجه ما تعلمتهاش حاجه ما تعلمتهاش قلنا نستنخش حوايج ما نقدرش نخش عند راسي كفار خليني نحكي لك نحكي على الصغر تاعي خليني نعبر على الصغر تاعي هبا هبا اوه الواكمان قام ما تهدرش عليه الواكمان قام ما تهدرش واحد كان عندي واكمان ما يجي يعطيني جهه غير يعذبني ما يجي يعطي لي جهه تاع ها الواكمان درت به الشيكي سيء الواكمان قعدت تبين فيه نهار الاول مين كسبته واحد جي شريت واحد وكنت نعرض له لي بيل كنا نهار العيد نروحوا به المقبره كنا جهالة نهار العيد من ناحيه الكويتمان وندير تاع الجنيه وندور هكا في وسط القبور فاهم كنا حاسبينها موده هما ما نعرفوش الا غالبه نقسم لك بالله ندير تاع كاع الراجل تحكم عليه بغيت ندير في وسط القبوره كانت عنده واحد الاخر يسكن في المحاجم هكا نقسم لك بالله او جهالة ما نعرفوش كاع تغير به بحال التيرات هنايا كنا بكريين كانوا باش يكشفوا واحد بالواكمان يحسروا ليه انا داير واحد هنايا تاع الجنيه تاع الرقبه تحكم عليه وندهمس نقص في القبوره يجعل ربي يسمح لنا هو الشغل ما هم احنا ما عندناش وما كاش كانت بقى طفله تخزر لينا وكاع نلعبوها من الشافينا كنا نديرو هكا بكري هذيك تاع هكا بحال بنبان وشابين هكا كوم كوم مانيش قاعد كونسونتري معاك وكاع انا كانت حاسب هذه اللقطه هي اللي نبان شباب بها ندير هكا كيما ذكر الفيتر وكاع الطفله راهي مقابلتني هكا ولا نلعبها ندير كيما بكري كنا نبهد الهواء هكا كانت النية قسما بالله كانت النية القصير اللي قلنا هذيك تاع هكا مش كاينه خديرو لا لا هي تاع تقاشي كنا ندخلو في الجنب مش كاينه خديرو لا السراوي كنا ندخلو تقاشي في السراوي من الجنب قاشيره كنا ندخل السراوي في التقاشي في الجنب التحريمي واه اي واللي عندهم عرس في الخيمه واللي عندهم عرس في الخيمه وقعنا هدروا معهم خطر واحد انا وبكري كيجوا عندنا كيروحوا الرفاده ويجوا كاع اكتمح فيا واه
بكري في العرس وقعد كينيا في يتزوجوا وقعد كينيا كان يجي خو العروسه معاها وقع خو العروسه يقبح خاطر ضربني انا بحجره ويجي يقبح خو العروسه يقعد 3 ايام غير راح مع موت الا راح مع موت العروس ولا ما عارف مع من يروح كاع يروح مع موت العروس هذاك خو العروسه ويجي صغير ويقبح ودرك انا كون نخلف ضربتي يحوجوني من العرس خاطر ضربني كاع فرقني من الراس وذاك وذاك 9 موالين العرس يقولوا له ليه ليه وانا نقول لهم صغير صغير ما يعرف صغير ما يعرفش معليش وانا غياطك ما يحاوشونيش هما يقولوا لي روح 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 يخيطوك وانا اقول لهم لا 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 صغير معليش ما خو العروسه بكري الشكيمه اللي شكمناها له الله يجعل ربي ان شاء الله خو العروسه بكري تارك مريض يا خو العروسه بكري تارك انت قال لك مصوني من راسك بكري خو العروسه مقدس ما كاش قال لي دور بهم ملكه يقعد وين يطلع له ويقايس يضربنا كان يكتلنا بالهراوه ويجي واحد الفرخه الصفر ويقبح انا على الوجه هاس تاع الوجه هاس فكرتني انا في المواسين انا نفس الورده اللي راحوا لي في المروك وزدتني تايا حمزه تاع من تلعب تعاون وتشوف العريس يشوف فيك ولا لا وانت ما تدافع والو تلعبها وكنت في روحك درتها ولا ما درتهاش؟ يا وانا مع ابو حبك اخونا خدمت كرسي هكا طايح ولا كرسي هكا مقلوب ولا ما نرفدوش الا رفدتو لازم قدام بي العريس بيقول راه وقف معانا بي العريس اي بكري بكري بي العريس دور دور له بالمراه وما تدروش بالسترين تاع الماء وانا اقول وانا كنت انا باهي باهي يشكرني بي العريس نقول له نقول له الدراري كانوا طاقين السترين وكاع باهي خليني نزيد حتى نص ساعه ولا تملك بالله يا نقول له كانوا الدراري طاقين السترين في الخلاقه قولوا لهم ما يشدوهم راك فاهم تملك بالله وبي العريس بكري بي العريس الا راك باغي يحن عليك ويبغيك ويديرك واحد من الدار قول له سترينا راني مقابلها لكم كاش اللي يخرب اسمعوا كيف كيف اي تمام تمام اخ بجي خو العروسه اخ بجي خو العروسه وكي يبغي يريح وكي يبغي يريح ودا الحرام الى من الكراسه يدير 5 ولا 6 باه يقعد عالي حنا كاع نقعدوا واقفين هو يدير 10 ولا باه يحوس يعلى او دينا على الواد اش تدار ول اش تدار ذاك الصفر ول مازالوا كاينين تاع غير لوند وكاع يرحمكم الله ويصلح بالكم بكري لا بكام ولا العروسه اي بكري لا 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 بكم ولا العروسه وتخلوا قال لهم وتخلوا قال لهم فلان ضربني هادي ولا الجدر مية مش الكوكو حمزة بغيت تجي اديني ده كاع سؤال هما ربع بغيت بصح بصح بغيت تكادي رقم المرجل يخبر في الصغر الصغر يوراك حمزه بغيت تكادي بصح هادي واحد العام خارجين خمم خمم رجع رجع وراك الصغري وراك بصح بصح بغيت كاجي بصح باي كاجي باي كاجي حمزة بغيت كاجي خاصنا في الكازا نوكي لحقنا ثم شافني وكيف رجعوا ما خلانيش نركب قعدت عند دبله مع مات العرس حتى جابوا الفقده كانوا بكري يجيبوا الفقده قعدت مبردي تما في عين دبله اقسم لي صعب صعب غي قاتي غدوة غدوة كمل لكم غدوة كمل لكم صعب صعب حمزة بغيت قاتي هادي هاد العام رحت نكاجي انا كتلوني بالهراوه هادي هاد العام بغيت نكاجي كتلوني بالهراوه في الترعه قال لك شوفي قال لك الراجل لك راجل ولا لا تصبر ولا لا
فيديو واحد ايوه جديد. ايوه الله يشافيك. قال لك والله لا راني خارج من السبيطار وقوا علي الضحك، قال لك حتى الخياطه انحلت. الله يشافيك حي، الله يشافيك. اي كلمه ما شفتها الله يشافيك حي ودي الله يرحمك. ما راش قاس، راه كل واحد داير لايف وحده. كيفاه؟ قال لك جو عندها مقادجه. هيا زيد قال لك، بو غار يدخل، قال لك يروحوا للمديه بو غار يدخل. ها خدمت الدوسي ورحت اخويا ويطرطق واحد الشاوي ساترياس، واش جيتي تقاتيا؟ ويدخل علينا الظهر، ودوك الناس المساكين اللي قهرتهم الميزيريا هو يسلت فيهم، وهم هاكا داخلين تحت باطو ويحاولوا يفوتوا من الباب، باب محلول شويه، هو قاعد فما قال لك لازم تصبر الهروه وتفوت من ديك النفده تاع الباب 400 متر ولا، هو هاك يسلت فيهم واحد الشيء دخلوا تحت الباط، واحد الشيء طاح 200 سلته، راني نقول لك المحاتم هذيك تلوت على ظهره ودخل، وانا بديت نقدم من واحد ديت واحد العشره ضرب ما قدرتش نوصل حتى كندخل راسي عند الباب ونعاود نرجع يشويني، الله ما نسمح له. واش جيتي تقاتيا؟ رجعت الخيمه، الخيمه كاع من تفخ نقسم لك بالله، في الدار قالوا لي عيطوا لك. اقسم لك بالله الهروه اللي حطها علينا ليا وعلى عودي وعلى عودي، وانا جيت انا جيت هارب من الحبوب وهارب من الميزيريا. اسمع 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 شنو نحكي لك شويه. انا هذاك بو حباكه بكري كاين عندكم انتم في الدوار ولا ما كاينش عندكم بو حباكه؟ كاين عندنا هذاك اللي حاوج الدراري ما يخليهمش يركبوهم على في الطوموبيل تاع القشوكاع عندكم؟ كان عندنا واحد هو كان عندنا. او نقسم لك بالله، نقسم لك بالله يا الهلاوه اللي كان يحطها عليا في العرس، نقسم لك بالله لا كاين كاتني بالهلاوه والله ما نسمع لهم. بس زوج كاع وليدات المسلمين ومازال في ذاك اللاش، ويدير هذيك تاع الثلاثه البوكلي هكا تاع الثلاثه السروال ذاك تالفي، نقسم لك بالله يا الهروه اللي حطها لي خطره. صابني في كارزان، كنت في كارزان ركبت تحت واحد المراه هكا كشي تاعها، وقلت انا يا كي لاصي كي لاصي في طريق كبيره نخرج، قسما بالله النقل ولا صغير هكا واحد شويه، وانا سامني راه في القدر وخرجت راسي وشافني في الدقه محمد في الحصيده الكارزان يجبد ويجبد، وحبس النقل ونقسم لك بالله حبس النقل ونزل، وخطرة نزلني خطرة شوف خطرة ما شافنيش، رحنا لواحد العرس لرفود العين دفلة في كاردان، رحنا لواحد العرس نقسم، رحت لنا لواحد العرس، واحد العرس في عين دفلة، كي نزلنا غادي قعدت ندور قبالو، قلت الله ما ندير فيه صاير ركبت دروك نرجع بالسيف عليه، بدا يقول لي فيه جيت فيه جيت فيه جيت، قابضني منها مع الحيط يرزي يقول لي فيه جيت فيه جيت فيه جيت، جيت في الطيارة تسالني قال لي صح، قال لي نقص في الرجوع قعد لي عند الباب تاع كارسان ها كيما شطرب، اقسم بالله قعدت مع امه العرس في عين دفله ثلاث ايام ولا اربع ايام وانا مفاربي مع امه العرس، نقسم اي اخويا هذوك النساء هذوك النساء هذوك الدراري اللي تما يتقلشوا على امتهم في الماكله في الليل القا، واحد يقول لهم عندهم امتهم ثم في العرس، واحد ود بنتها واحد ود عمه العريس واحد ود خالته، وانا ما عنديش كاع، اما لي ناكل انا غير اللي جات وننسرد غير اللي جات اللي ننسرد هكا في اخوان وننسرد وخلاص، المهم نرقد. اخويا واحد العجايز واحد اليوم بدا العرس يا اخوان، نهار الزواج الثالث قلعوا الاعلام لقاو غير مات العروس الدراري نسى ذوك دا ولادهم وراحوا. الحياه انفرست، حتى قالت لهم واحد المراه، قالت لهم هل هكاو ذلمني، قالت لهم الطفل صغير، قالت لهم قليل، قالت لهم مسكين غير اللي عطيناها له ياكلها كاع ما يشرتش، قالت لهم وين فرشنا له ينسرد. واحده تقول هذا ود ربيع، لا لا ربيع ابنها راه كبير، الاخر تقول لها لا لا هذا ود ماطا، تقول لها لا لا ماطا ابنها يقرا راح البارح. جات واحده قالت لها هذا ماشي ود محجوبه، وانا قاعد ندير هكا ندير لهم هكا بعيني، فهمت يعني ندير لهم هكا. من تقول لها ود محجوبه نخزر ليها، تقول لها غير ود مريم من دير هاك نخزر لك بلا اخويا يفرجوني في الكوان اخويا، وتجي ام العريس وتجي وش ام العريس تجي قايمه ودايره نفاتح هنا ولا بيع تاع الجوهره وتجي تقبيح وتجي لابسه ذاك اللباس تاع الزكزاك، اشتا كاين اشتا كاين اشتا كاين، قالوا لها واحد الطفل راه هنا وما عرفناش لمن يرجع، وانا غير بحلص في عيني بغيت كاع ندير هاك.
قال لها واحد راه هنا ما عرفش لمن يرجع. اما اللي قلت لهم انا ها قصتي كيفاه، قلت لهم ها قصتي كيف، وانا مات العروس انا شايفهم، ثم اللي يروحوا واحد النساء جواريني، ذوك النساء اللي يروحوا مع العروس ما خانسين كتبي به ثلاثة في الدوار، وراحوا لعين دفلة وقعدوا ثم سبيسيال يسحقهم غير في العرس، ما عندهم شركة كام. أما أنا هارب منهم باسكو كذبوا بزاف، كذبوا ثم على أم العريس وقع، كذبوا على أم العريس، وأنا خفتهم لي أخويا منين زيروني. قلت لهم أنا جيت معاهم، ولا جيت مع في الكارزان، قلت لهم عندنا واحد السيد ما خلانيش نرجع في الكارزان، عيطوا لأمة العرس، عيطوا لأمة العرس، الحاجة الحاجة وهذا متاعكم وهذا راه في 3 أيام وامباردي هنا. أمزية كانوا مات العروس، باقي لهم واحد الساعتين ولا جيت معاهم. يا بصح هذوك العجايز كتلوني بالقريص، بالك تعاود الخطرة انت بالعاني خلاوه. واحد العجوزة تقول لا لا هذا خلاوه يدير رابور، هذا جاي يدير لنا الرابور على الرابور، هذا روبال هذا جاي يدير لنا الرابور، هذا راه مباحثين وهذا كاع ما نساوش، ويقرصوا فيا باسكو ديك جارتنا قاعده تحكي على العروسه، وهي العروسه هما بالعاني العروسه كاع ما تعرفهاش، ما يشموهمش كاع، وتقول لها وقت تربات عندي، ويحرقوا في العروسه ما تتلتحش، تقول لها وقت تربات عندنا واحد العام مع ود عبد القوي وتخلى عليها للحب، وقعدت عندنا فايت 4 شهور اقوام هم يحرقوا بيها. تقول لها بنتي وكدي وك هذه، تقول لها وكدي هنا تقول لها واسات واستعقلت، وك هذه ود عبد القادر تخلى عليها الحبس ذاك العام وصابوها معاه وجات قعدت عندي. قلت وك سكتي سكتي وك دارت العقل، قالت تقول لها تخبر بام العريس وبي خالته وقع. وانا قلت لي اسمع ديروا لي هكا، جابوني في القريص، جابنا واحد مولا ار بي زناب يديروا لي هكا، انت خلاوك تقول لي انت خلاوك انت كاع ما نساوكش انت تنسى. وانا نقول لها ما تهدرش معنا، ما نسمعش ما نسمعش. خلصوا مني واحد العباد، كانوا يجيبوا الجهاز ويجيبوا النفقه ويجوا، كانوا عندنا واحد العجاز في الدوار، اسمع كانوا عندنا واحد العجاز في الدوار مخنزين كالتبيب، كاع ما كانش اللي يستحق من نهار العرس باسكو النساء كاع عندهم الحكام وعندهم الراجل، ما كانش اللي يطلق مع العروسه، وهذوك النساء مطلقه يناقوهم هما لين العرس، يديروا يشروا لهم عبايات تاع جوهره ويستيكوهم غير نهار اللي تكون عندهم وليمه، ويبعثوهم مرة مطلوقة تروح تقعد 3 أيام في ولا 4 أيام في عين دفلة، وتجيب دوك المزاود وتجي دوك الخمارات وتجي، ويجيبهم ذاك مول الكرانديستا ويحطهم عند خيمة العريس، محسوبهم يديروا روحهم تربوا فما مع العروسة وكاع، وما غير تجيبهم عند العريس في الساحة يتفركت كانوا يتقاسموا ذوك الفرانات، أصلا مول العريس والله ما يسحقهم. اخويا وجي تقول هذا روبال هذا راهم باحثين، وانا نقول والله ما اسمع، جاي نتلايط داروني في الوسط، والله ما يسمح لهم، والله ما يسمح لهم ذوك العجايز. شافوت يا قديرو اودي كانت مليحه والله، لا هكا كنت اسلم بالله كانت بنا. حمزه قال لك عمتها كبيره، عمتها كبيره اسمع، قال لك كي تجي عندهم للدار تيتمشر في ولاد عمه اللي غادي، وقلت له غادي يتمشر في تاع حمزه فيها طريق رقدت، قال لك حسبت وصلت لا تضرني حمزه، قالت له والله ما وكلوني والله ما شربوني. داي عمتي عندها 80 سنه، داي عمتي نوصلها عند عمتي الاخرى، وانا وهي كي تراغت منشر لهم فينا به غادي فنستقبلوها مليح وكاع، انا يديها ورقدت في الطريق، ومن بعد ناضت كي ناضت بدات ناضت وحسبت روحي حسبتها وصلت عند اختها الاخرى، راك فاهم، حتى ناضت بدات تقول لي ودوك الفروقات تاعهم كاع خلوني قلت كاع خلوني نحط راسي، كاع طارت لي اللقمه معاهم، قلت لهم يا عمتي بالاقل قلت لها مازال ما وصلتش يا عمتي بالاقل بدات تقول لي يا بن عمي طوت بيا الطريق، قالت لي ما قدرتش نشد، قالت لي انت فاهم، قالت لي يا بن عمي، قالت لي راني جيت فوق حمار راني وصلت ما قدرتش، قالت لي يا بن عمي النار قدات فيا. عند العمات هادو احنا مركزينها غير في الحريره، وحتى فطار واحد غادي تفطر واحد، كان بكري الشيف الورب والبيض، احنا نعطيه غير للضيافه، كان بكري الشيف الورب والبيض نقسم لك بالله ما تاكل وطير للسم السابع، تجي عندنا تبرد الشيف الورب والبيض وحنا نشوفوا، وانا نقرا لك ما تخلي في الطبسي ويا هاك تمسحوا بجدك ديك تاع الكسره. اما قلت لها عمتي والشيف الورب والبيض، قلت لها عمتي قلت لها وقف عليا البارح في المنامه بنتي، يا وقري هاي بكري الشيف الورب البيضة نقسم لك بالله ما تاكلوا وتطلع للسم السابع، يوم غي ياكلوا الماسو ذاك اللي يجي حرش
ولا يجي ولا يجي عندك هكا كاش ضيف ولا ويلحس الطبسي ما يخلوش. كاينه خالتي واحده شويه شبعانه، لا لا والله لا مسكينه تخلي، كنت مبرد من نهار اللي تجينا فرح نبغي نطير نشبع كاشي غير كي. وإلا كان الاخرين منين يجوا، اسمع اسمع خليني نكمل، خليني نكمل لك، خليني نشوف، خليني بين نهضر في دوك في دوك العجائز المخازين تبي بعدك. اما لي خطرت نضحك على راعية تقول تخبر فيهم العريسة تقول لها وك هذاك العام، هذاك العام وك دارت طبلة مع ود عبد الدقة، تقول لها ودارت تضرب العمد وك شديناها عندنا وك وكناها وشرب وك، راهي بنتنا وراح اللي راح واللي فات على كلمة فات على روح، وحنا ما راناش محسوبين هضروا فيها ولا ها. بصح دارت تضرب العمد وهو بولادو والساعي تكينا لك عارة وين يا في الحبس يتلاوح، وهي ها شديناها وامها قاعد برت منها وبويها عطاها دعوة الشر والحمد لله ورجعناها، وها هي اليوم امراه وها هي دار دارها من وهذوك النساء اللي يروحوا هذوك النساء، هذوك النساء تصيب ما عندهمش رجالتهم وتصيب بنها، هو ذاك بو حباكه، هذاك بو حباكه اللي حاوج الدراري في العرس وكاع، هذاك هو مو جديره كيما هكاك، ويجي يعيطوا له بامه تشوفهم يعيطوا له ود النخله ود اكمام بيو تقول جاي من الفضاء كاع، ما كتقول لهم ود النخله تمرت في الرماد ولداتو، تشوفهم يعيطوا له بامه ود النخله. يا باي كيف تدرس كلشي دراتني شتا هي الكبري تاعك ما يعيطولهاش باسمها غير بالام. ما عندوش بوي هو اصلا، واصلا كي تهضر برا كي تدقى معاه يقول لك خبر امها خبر، واحد قال لك والله جارتي سموها النخل، وإلا قال احلف فيك ود النخله وسط ود النخله في العرس والله ما يرجع، يجي لابس السيرفات مع الصباط هو نهار العرس، يجي ضارب السيرفات مع الصباط ويجي الصباح يحبركم وتجد روحه هو اللي يسمع، هو اللي يصنع ذاك القلب هكا تاع النخل، اش ذاك القلب تاع النخل؟ هي خشي بدون قمجه الباكيه تاع ماربورو مع مراري من الداخل قمجه ترسبارو اسمع، ويجي ذاك القلب تاع النخل هكا اسمع اسمع، هو كيف شي يكره، هو يكره كي يلحق العرس ويموت واحد في الدوار هاي يولي ظلمه، باسكو هو يبغي الموف موكا يروح له، هو يبدا يجهل فما يروح للعريس ويبدا يصبر فيه يقول له ابن عمي وكذا تاع عمو يقول له ما صبش قال انت يموت مات اليوم يطيح على بومو نورمال، السيد ميت يجبد له شيبانيه نورمال، السيد ميت ويجبد له مو ديريكت يقول له يروح للعريس يقول له كذا وكذا تاع عمو ما صبش قال انت يموت مات اليوم، يقول له ابن عمي يموت هاك فاهم، من بعد يروح للموالين الميت يقولوا اودي تاع تاع يروح للمولي الميت يقولوا اودي تاع تاع الحاج الميلود باه يديروا العرس اليوم، وقالوا لكم الا تسامحونا وعمي عبد الله الله يرحمه والله غالب احنا نفرحوا غير نهار في حياتنا، المهم يقولوا له ذوك يقولوا له اودي قولوا راكم سامح، وقول له والله ما دير ما نسمحوا لك، احنا بوينا يا ربي يسالوا موتها وماتها انتم بغيتوا ترجعوا لنا، يبدا فارح هو يروح يردموا بالخف نهار تفينا نهار يقولوا يقولوا اودي قولوا راكم سامحوا ديره، يروح يردم لهم بيهم بالخف يقلفط بالخف يضرب من بالخف يكمل معاه باه يرجع، باه يرجع متفينا، باه يرجع متفينا ويروح يفرح العريس وقاعد يقولوا انا رحت عندهم وقالوا لك والله ما دير ما نسمحوا لك، هو يبغي يصنع الموفم ولا باغي من بعد يقول بوي العريس يقولوا لا باغي باف لا باغي باف، يقولوا معليش يقولوا الموت في الدوار وقاعد يقولوا لا باغي باف، بحال بكري كي تناقش اللي باف شويه الحس ما يوصلش عند الغيامه وكم ما يصبر فيا منو الرعد هاك يجيك لما، ويقول بوي العريس هو فايته فايته، يقولوا هضروا عليها الساعه في النقره يقولوا هذه فايته الرعد اي هما في النشره قالوا بلي الحماليه، هما في النشره قال لك بلي الحماليه ويدلوا يقولوا هو فايته فايته، يقولوا هذه جايه يقولوا جايه على وهران هذه يقولوا فايته، يقولوا دي تاع اسبانيا بكري كانوا يقولوا لنا الغيام تاع اسبانيا فايت، هو غير ماشي خايف الا يحبسوا العرس
شتاو وكي يطفى التريسينتي في الليل وتفال الظلام وكاع وي الخيطه تاع التريسينتي هكا كيكمص يصنع فيهم كيقولوا الخيطه الموت يلقاها نورمال الخيطه تاع التريسينتي هكا هما يقولوا له البلعقه ديري البانس دير يديك دير ليكو وهكا مسكين قابض الخيطان سيرتو الا بداو ينساي رايو عليه ويلعب يعرف التريسينتي كيكمص يصاوي ينساي رايو عليه في المرح ويبغي يدير بروجيكتور في المرح ويكمص يصاوي ينساي يقول الاحمر مع الاحمر هو ثم يولي هنا كما صا قابل حاك تريس انت بيدي يدير الازرق في الاحمر المهم يدير لهم شرايهم لو بغيك لاطيني وعمتو تقول لا لا خلاص دارك دير الدومينو دير الدومينو ودير الازرق مع الازرق او بحبك اولا بعد هذين حبك بربر يبغي يطلع المورال لبوي العريس يروح لبوي العريس يقول له والله يا عمي عبد القادر يقول له كاع الناس كلات وجات الماكله طيبه يقولوا انت زين وجات الحريره زينه كيما انت ويلا بغى الحريره كلب ولا ما ياكلها بغى الماكله جات تبيب يقول له يا عمي عبد القادر راهم يشكروا فيك يقولوا البراويه راهم يهضروا عليك وبوي العريس يبغي لي يشكروا بوي العريس كي تقول له الماكله جات مليحه خلاص لا مين يقولوا له اسمع مين يقولوا له راح تاكل مين يقولوا له راح تاكل لا 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 الغد يوم ذاك الخميس يقولوا بوي العريس بحال وي يلعب مولا بوي العريس غدوة روح قطع لي بالباشا هنا بالشكاير تاع الرافيه دير النساء من والرجال من ومن بعد يقطع بالشكاير ومن بعد يروح يخزر من ليه دير هكا باش يلعب مولا حرمه يسيب كاش نقطه بحال النساء راهم فانو دير هكا يروح يجيب السك ويدير لها نفسه ومن بعد يروح من ليه لبلاصه الرجال ويبدا يدير هكا تحسب عنده المرأة هو والله في حين هو اصلا ما تزوج ما عنده المرأة لا فيراري يدير هكا الباش هاي يدير هكا الباش منين يسيب كاش نقطة يجيب السك يقول له جيب هنا راه تبان يدير هنا هاي خرجني بزاف ونسى كاع ما يستنوش من نوع كان يخرجني يدخل لداخل المراح نورمال فاش تنسى هكا هاي هاي وعندنا منو عندنا منو حنا عندنا منو خناين ما يستنوا منو ونسى تشيرت صغارات كثر دايرينو كيما هما وخلاص ما كاش قال يستنى منو ويجوا يزعقوا عليه في العرس وكاع ام تشيرت يزعقوا عليه وقالت كاين خناين تقول لها هذا ذاك المخنان ودا ربيع اكبر وراه هكا ويبدا يضحك يقول انا هذاك البول الشايط هذاك الشايط كل عاتروس كبر وراه هكا وراه راجل يقول انا عمتي انا يضحك الله يسلمك عمتي هو مدير القزاعي حمزة قال لك هذاك تاع لي 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 عايش هو يقول لها راسك يقار عليك برا هو منين تقول له هو منين تقول له تاع منين تقول له خويا خويا روح قول لهم تاع بخدا قالوا لي قال جيد قالوا قال لك تاع بخدا جيد هو يكره باسكو بخدا عنده تيرات شابين وكان هما دايرين في الحركه كما سيقولوا يقولوا عمي بخدا مازال الحال خليهم خليهم عمي بخدا هنا فانت وعلى قارهم هنا عمي بخدا يقولوا لنا فانت تيرات مازال ما ديتهمش والله خواتاتي قارهم هنا ما خلي عمي بخدا مازال تيرات خليهم ساكنين يساووا نهار في حياتهم بخدا يقولوا انا نقول لك راح تجيبهم غدوا دراري يقراوا يولي حلوف بس يقولوا خلي مع عمي بخدا وانا بنت وانا خلي في الليله نجيبها ويبغي يوصل للنساء في الليل اي يبغي يوصل للنساء دوك اللي يديروا العلا الزرب هاكو ينقز الكلب دايلو كاع من الجنان الجلال كاع الكلب كاع دايلو من الاخر ويدروا ما يخافش كاع من الكلب قول لا لا تقول له تقول له خلا دار امك وقدام تيرات يلعبها قوي يقول له خلا دار امك الكلب كاع عدالك المساطه عدالك كاع المسلان خلا دار امك الكلب كاع عدالك ويقول لا لا عمتي انا مضاري مضاري حتى يرجع للدار يكمدها ما يبغيش يحكها قدام امه كاع راك فاهم ويلعبها قوي قدام التيرات يلعبها قوي قدام التيرات اش يشوف التاغا اسمع مالك انا والو انا سامع سمع شي يبغي يوصل شي يبغي يوصل لنا هذوك اللي يديروا الاعلام مع كناينهم وكاع الوحده تاع الليل وكاع اسمع وصل لما كان الوحده تاع الليل مور الاعلام وكاع يوصلهم وخل بديل وكاع من المعاقل كاع معاقلوا كاع يسيلوا بالدماء وقول انا نورمال نورمال عمتي لا لا قول انا ماني مداري بهم قول هذاك الكلاب تاعي قول انا سنانو كاع سن الكلب خلى نص سنانو داخله بدي يمد بكري والله ما يتعاودوا ما يتعاودوا يضروا اسمع اسمع ميرسي لي زملاء هادي بزاف قول له تاع مخدة هذا تاع ملاوي صح ملاوي خويا السلام عليكم اي بزاف شاشرة لا طولنا اليوم خمسة قل عشرين
انا جحت ششرة والله جحت. واحد جالس لك على الماكله. هذاك بوحبه كيف يبغي، هذاك بوحبه كيبغي يذوق الزيتون وقاعد داخل عند دخلت النساله في فيسبوك، قلك دخلت في فيسبوك حمزة، دخلت في ليه فيسبوك، حبيبي يا خويا. دخلت في فيسبوك تغلاش زعما. قادر تلون الله يحفظك خويا، جزب اي اي خوتي مسؤول، اي مسؤول عن سيدي احمد غدوه. اسمح لي سيدي احمد، كيف نطلعك ذاك ونطلع معك سيدي احمد غدوه الجوله الرسميه تاع سيدي احمد. انا خايك طاقو قال اصحابك اخا ديرو، والجماعه قاعد يطاقو عنده واقيلا على التسعه، تسعه في البلاد العشره هنا. و غادي يطلعكم، غادي يطلع سيدي احمد يطلعكم، اللي بغى يطلع يطلع معاه. انا بينا كل انا تاني اي كنت انا يا وليلة سعيدة إن شاء الله. سيدي احمد داك نطلع معك، اي سيدي احمد داك نطلع معك. لا لا غدوه ندي، اي اي غدوه قاعد تاكو صحابكم غدوه، انا خيكم بعد الله نعاونوا. إن شاء الله إن شاء الله الحمد لله إن شاء الله. ليتهم غدوه على هيا التسعه، على التسعه ونضحكوا شويه فن حمزة أنت غدوه إن شاء الله. هيا قادروا الساعه تاع الليل، الساعه تاع الصباح حمزه اللي ديتو كوشه للسبيطار غدوه نحكيكم عليه. غدوه اي بصح هيا الله يحفظكم، يا باي باي. قادروا قادروا اسمع حبس، غدوه ان شاء الله تحكي لنا تاع الكورنيش، وتحكي لنا على الطاكسي، وتحكي لنا هذوك اللي كنت والله ما يبعثوا لي غدوه، والله ما يبعثوا ميري بوري عارف لازم لهم مخاده، لازم شي كويتات، لازم شي كويتات وسبعه بعد نحكي انا والدي. مازال 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 غادي نكملكم على بحباك، مازال كي يروح في الباشي مره ولا مع القش، وكي يروح غادي يبدا يتدخل في القش عند دماليها، غادي كما سيقول لهم كي يروحوا يجيبوا العروسه كما سيقول في مول المرسيدس، مول المرسيدس كلش بالكاميرا عنده الداخله، ويقولوا قلب كاع قلب كاع عبدو بونويز الجهه الاخرى. هيا ما شاء الله، هيا الششره صح صح صاحبي، هاكاكم غدوه عيا عيا صح. سالي ابو عمر